واحد عن محمد غنايم. الشاب الفلسطيني محمد غنايم من مواليد 15 نوفمبر بعمر 26 سنة تقريبا، انتقل قبل سنوات لأنقرة تركيا من أجل الدراسة ليتخصص في الطب. اثنان عن القناة، قناة محمد غنايم ينشر فيها ويناقش مواضيع اجتماعية عامة في محاولة لإثراء فكر المشاهد العربي. افتتحت القناة في 31 أكتوبر 2015 ونشر في القناة 191 فيديو بأكثر من 82 مليون مشاهدة. ثلاثة نمو القناة، بما يفوق 1.7 مليون مشترك يقوم محمد بنشر فيديوهات أسبوعية كل يوم جمعة، وتسجل القناة 1.3 ألف مشترك يوميا و40 ألف شهريا بمعدل مشاهدات ما يفوق 88 ألف بشكل يومي وتجاوز 2.6 مليون بشكل شهري. أربعة الدخل الشهري، الربح الشهري للقناة يتراوح بين 660 دولار و10.6 ألف دولار شهريا. خمسة الدعم، في 11 سبتمبر 2016 قام مهند صديق لمحمد غنايم بنشر أحد فيديوهاته في قناته MATU والتي كانت لديها في ذاك الوقت ما يقارب مليون مشترك، وهذا أعطى دفعة لقناة محمد ولتساعده على النمو في ذاك الوقت. ستة هدف القناة، هدفه من صنع القناة هو نشر الفكر والمعرفة بين فئة الشباب، حيث دائما ما يكرر قوله بأن الفيديوهات تقدم منظور للأمور من زاوية مختلفة حتى لا يكون التفكير مقيد بفكرة أو شخص ما، وكذلك ليترك بصمته في العالم من خلال فيديوهاته. سابع العربية، من بداية قناة محمد غنايم وهو ينشر فيديوهاته باللغة العربية الفصحى، وهذا حبا في إحيائها وكذلك ليفهم عليه معظم المتابعين وليس فقط المتحدثين باللهجة الفلسطينية، وكذلك لتصل مواضيعه لأكبر عدد ممكن من الجمهور العربي. ثمانية الحياة الشخصية، رغم أن محمد غنايم على اليوتيوب هو نفسه في الواقع إلا أنه يعطي حياته الواقعية أهمية أكبر من اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يحب أن يبقى بعيدا عن متابعين لفترة طويلة، وبسبب هذا تجد بأن القناة لا تنمو بشكل كبير رغم عدد المشتركين لديه. تسعة زراعة الشعر، الكثير من متابعيه يعلقون أحيانا عن شعره حيث أن لشعره منظرا جميل، والبعض قد يعتقد بأنه قام بعملية زراعة الشعر لكن الأمر ليس كذلك، لكن رغم هذا فهو يعمل في مركز سنابل لزراعة الشعر كطبيب مساعد ويساعدهم كذلك في الترجمة أحيانا. عشرة أول فيديو، أول فيديو نشره محمد غنايم كان في نفس اليوم الذي افتتح فيه القناة في 31 أكتوبر 2015، والذي قام بتصويره باستخدام هاتفه وخلفية سوداء. أراد بذاك الفيديو أن يفيد الطلاب الجدد في تركيا لفهم الثقافة التركية أكثر، ووجد بأن أفضل طريقة لنشر المعلومات هي التدوين المرئي، واليوتيوب كانت المنصة المثلى لهذا الأمر، وهكذا بدأت مسيرته في اليوتيوب.